اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الخطه العامه التي كانت موجوده على مستوى الجمهوريه لتخفيف الاحمال ستتوقف وذلك اعتبارا من الاحد القادم حتى منتصف سبتمبر اضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومه ان الحكومه تعمل على قدم وساق لتقليل موضوع تخفيف الاحمال بعد فتره الصيف مشيرا الى انتهاء مشكله الكهرباء بشكل كامل بنهايه العام الجاري ان شاء الله اعتبارا من يوم الاحد القادم اللي هو يوم 21 حنوقف خطه تخفيف الاحمال على مستوى الجمهوريه كلها في فتره الصيف يعني لغايه منتصف سبتمبر ان شاء الله. وده بياتي مع ان احنا زي ما وعدنا باذن الله على نهايه العام نكون انهينا الازمه بالكامل في مستوى الجمهوريه كلها. ولكن احنا اللي انا بقول لحضراتكم وبوعد بيه المواطن المصري ان احنا هنبقى شغالين على قدم وساق على مدار آه هذه الفتره ازاي ان احنا نقلل تماما من بعد شهور الصيف ازاي ان احنا نقلل كمان من موضوع تخفيف الاحمال لغايه ما نحلها بالكامل قبل نهايه العام.